ريد كورنر اتعرض، ريد كورنر اتعرض سنة 1997 وهو ريد كورنر اعترض، ريد كورنر اعترض سنة، اعترض على ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ، برعاية كوك دور وترشيحات أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الرابع من شهر يناير 2019. ويلا بينا ندخل في الترشيحات على طول. بكرة تروح صالون الحلاقة ده وتطلب مني أعمل لك فوطة سخنة. أنا عايز فوطة سخنة قبل الحلاقة. ترشيحنا السينمائي الأول هيروح للفيلم المصري الكوميدي نادي الرجال السري من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدواني. الفيلم فاجئني عن نفسي لما التريلر بتاعته نزلت، لأني ما كانش عندي أي فكرة إنه بيتعمل أساساً، بس في أسباب كتير تدعو للتفاؤل بيه، منها عودة كريم عبد العزيز للكوميديا، ومنها عودة ماجد الكدواني للكوميديا، ومنها عودة الاتنين للشغل مع بعض بعد حرامية في KG2 وحرامية في تايلاند. وإن شاء الله الفيلم هيبقى موضوع المراجعة اللي بعد مراجعة فيلم الضيف على قناة فيلم جامد. ترشيحنا التاني هيروح لفيلم ديستروير من بطولة نيكول كيدمان، واللي كان متوقع له حضور كثيف في موسم الجوائز قبل ما يتبقلش مع اللي اتبقلشه. تريلر الفيلم ادتني احساس ان هو شبه مسلسل ترو ديتكتيف كده، اللي هو ضابط البوليس او المحقق لما ترجع تطارده جريمة كان فاكر ان هو حلها او على الاقل انها بقت ماضي، بس المرة دي بطل الفيلم ضابطة او محققة، ونيكول كيدمان عاملة فيه دور عمرها زي ما قريت او زي ما الفيلم كان بيحاول يسوق. يعني صعب جدا اقرر دلوقتي موقف الفيلم من المراجعات، بس بكل تأكيد على الاقل انا مهتم اشوفه. لمحبي افلام الرسوم المتحركة ولمحبي عالم How to Train Your Dragon ارشح هذا الاسبوع الجزء الثالث والاخير The Hidden World. انا عن نفسي مش من متابعي السلسلة، بس اولادي بيتابعوها، والحقيقة ما شفتش درجة حماس عندهم قبل كده زي حماسهم للفيلم ده، وده شيء مؤلم بالنسبة لي الصراحة، لان الفيلم بيشارك في بطولته جرار قلقاسة، وفكرة اني ادخل اولادي بايدي لفيلم من بطولته مش سهل عليا. فغالبا لو هيبقى فيه مراجعة للفيلم هم اللي هيعملوها، لاني معرفش اي حاجة عنه. الترشيح الرابع هيروح لاحد الافلام اللي اتبقلشت برضو في ترشيحات الاوسكار، وهو فيلم On the Basis of Sex. الفيلم من بطولة فيليسيتي جونز، وبيحكي قصة القاضية الامريكية واحد اعضاء المحكمة العليا روث بيدر جينزبرغ، ودي شخصية مهمة جدا في الثقافة الامريكية المعاصرة، لانها تعتبر احد اخر قلاع المنطق اللي بتتصدى لتطرفات وهرطقات دونالد ترامب. الفيلم مسجل 71% على روتن توميتوز، وده اقل بكتير من اللي كان متوقع له، بس برضو على كل الاحوال انا مهتم جدا بمشاهدته. في الترشيح السينمائي الاخير هنرجع للسينما المصرية الكوميدية، وفيلم ارمط بيت مرمط من بطولة احمد ادم، وده برضو الفيلم الثالث في سلسلة الارموتي، اللي انا برضو شايف ان فيلمها الاول والتاني كانوا موفقين وبيضحكوا، وده يخليني متحمس للجزء الثالث، وان شاء الله برضو يكون له مراجعة على القناة. معلش للناس اللي ما بتحبش مراجعات الافلام المصرية، بس فرصة ان يبقى فيه 3 افلام بيتعرضوا في نفس الوقت خارج موسم العيد الكبير والعيد الصغير ما تتعوضش الصراحة. I'm innocent. A foreigner takes a girl to bed after knowing her for a few hours. The next morning, she is dead. Big alternative. The accused pleads guilty. The hell I do. بمناسبة بداية الموسم الثالث من مسلسل ترو ديتكتيف واللي بيشارك في بطولته ستيفن دورف، الترشيح الأول هيروح لأفضل أفلامه في رأيي ساموير. ساموير من إخراج صوفيا كوبولا، وتعرض سنة 2010، وهو فيلم بسيط وعذب ورقيق جدا. أحداثه بتدور عن ممثل مشهور بيوصل لحالة من حالات التبلد، وبيبتدي يراجع حياته كلها لما بتزوره بنته اللي عندها 11 سنة. فكرة ما فيهاش أي حاجة غريبة، والتنفيذ ما فيهوش أي حاجة استثنائية، بس التركيبة على بعضها كده من أمتع ما يمكن. أما بمناسبة بداية عرض فيلم ديستروير لنيكول كيدمان، فأنا هرشح لحضراتكم فيلم فار أند أواي، الفيلم اللي عرفني بيها أصلا. بيشارك نيكول كيدمان في بطولة الفيلم توم كروز، ومعلش
فرق الأجيال بيخليني عاوز أرجع وأؤكد على بعض البديهيات بالنسبة لي. هي كل الناس عارفة إن توم كروز ونيكول كيدمان كانوا متجوزين، صح؟ الأحداث بتدور عن قصة حب بتجمع اتنين من المهاجرين الأيرلنديين اللي بيحاولوا يصنعوا حياة جديدة في أمريكا في نهاية القرن التسعتاشر. الأجواء ملحمية رومانسية وفيها قدر كبير جدا من الكوميديا وفيها أداء متميز من فريق البطولة. بمناسبة فيلم On the Basis of Sex، حاولت أفتكر أفلام محاكم حلوة وتعبت الصراحة عشان حسيت إني رشحت كل أفلام المحاكم الكويسة اللي أعرفها بالفعل، لحد ما افتكرت ريد كورنر. ريد كورنر اتعرض سنة 1997 وهو من بطولة ريتشارد جير، ويعتبر فيلم مثير للاهتمام في طريقة تناوله لموضوع المحاكم ده، لأن سر حبكته كلها في مواطن أمريكي بيلاقي نفسه متهم بجريمة في الصين وهو ما يعرفش أي حاجة عن نظام المحاكم والتقاضي هناك. ده مميز جدا ومعمول بشكل حلو قوي. اللي مش على نفس المستوى هو تصعيد القصة بعد كده على المستوى السياسي، بس بشكل عام الفيلم حلو. السنة اللي قبلها بقى وبرضه من بطولة ريتشارد جير كان في فيلم محاكم مهم جدا اسمه برايمال فير. برايمال فير ده هو اللي اكتشف ادوارد نورتون يا جماعة، وقايم فيه بدور متهم عنده اضطراب نفسي يعتبر من العلامات يعني، وجاب له ترشيح للأوسكار في أفضل دور مساند. الحقيقة أنا ما كنتش مصدق أني ما رشحتش الفيلم ده قبل كده، لحد ما دورت وأعتقد فعلا أني ما اتكلمتش عنه قبل كده، ولو كنت اتكلمت عنه قبل كده ونسيت فمعلش، بس الفيلم ده بومبوناية يحتمل الترشيح مرتين. بعد برايمال فير بعشر سنين بقى إدوارد نورتون بقى نجم كبير ومترسخ، وقام ببطولة فيلم متميز جدا اسمه The Painted Veil. الفيلم رومانسي وملحمي برضه، وبيدور عن طبيب بيتطوع لمكافحة تفشي مرض الكوليرا في قرية صغيرة في الصين عقابا لمراته على خيانتها، ولكن رحلة العقاب بتساعد الاتنين على انهم يتعرفوا ببعض بالشكل المناسب وتفاصيل حياتهم كلها بتتغير. The Painted Veil من الافلام اللي بتقطع القلب شوية، بس انا عن نفسي بحبه جدا وبحب اداء ادوارد نورتون فيه جدا. ده كده كل اللي عندي في ترشيحات الأسبوع ده، أتمنى إنها تنال إعجاب حضراتكم، وياريت تساهموا معانا في التعليقات بأفضل الأفلام اللي شفتوها الأسبوع ده. ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر. وباي باي.